تابع النادي الاهلي حاجه واحده بس، ان هم ولا حد سال فيهم من النادي الاهلي، ولا مسؤول من النادي الاهلي، ولا الخطيب سال فيهم، ولا حسن حمدي سال فيهم، ولا الراغب سال فيهم، وهم اصلا جايين عشان يشجعوا النادي الاهلي. وللاسف الجمهور الاهلي بيموت نفسه عشان خاطر الاهلي، والاهلي ما عملش حاجه غلط معاهم، ولا واقف جنبهم، ولا حد عبرنا خالص هنا. ونقول شكر، يعني شكر شكر الشكر يعني لكابتن شادي محمد، عنده ولاء وعنده احترام للناس، اللي لولا شادي محمد ما كانش فيه اكل هيخش خالص. نقول لهم شاكرين يا خطيب، مشكرين يا حسن حمدي بس، وانا اخلي ابني النادي الاهلي ده يبطله خالص، ولا اشجع النادي الاهلي خالص. اتبهدلنا اتبهدلنا، واكيد ده بيشجع نادي من كوكب تاني، ولا بيحسوا ولا عندهم دم ولا عندهم اي حاجه. كلهم كل النادي الاهلي بدون استثناء حاسسين ان احنا بننزل من السما نشجع الاهلي ونطلع السما تاني، ولا بيحسوا ان احنا مثلا بني ادمين وكل ده بنحب النادي الاهلي، ولا بناخد منهم حاجه ولا عايزين منهم حاجه. لما بنتزنق بنقول لهم بس تعالوا بس حسوا بينا، حسوا احنا بني ادمين. ورحنا لهم النادي امبارح وقعدنا معاهم، يا جماعه حسوا بينا، بعتوا لنا حتى محامي درجه 5، مفيش ولا ميتين، ناس ميته، ولا بيحسوا ولا عاوزين، ولا ما بيحتاجونا بيجي يقول لك روح اقف قدام شجعوا الفرقه اعملوا الفرقه. اول ما بيكسبوا ولا بياخدوا بطولات يبقى الناس دي بالجزمه، ياخدوا بالجزمه خلاص، مش محتاجين في اي حاجه. سمير يعني خلينا برضو نتكلم بال يعني نتكلم بالمنطق، كلمتوا حد من النادي الاهلي؟ فعلتوا مع مين؟ مش هقول اسماء. انا مش هقول اسماء، هو كل واحد عارف ان احنا كلمناه، وما سيبناش حد ما كلمناهوش، من اصغر واحد لاكبر واحد في النادي الاهلي، من اصغر واحد. بس اقسم بالله اقسم بالله ما في واحد سال امبارح، كنا عندهم قال لك الساعه 9 الصبح هيجي لكم حامل، ولا جه حتى ساعي، ولا جه حتى ساعه. فحرام يعني، حرام يحسوا بينا شويه، يحسوا بينا، حسوا ولا بناخد منهم حاجه. نتذاكر على حسابنا، مواصلات على حسابنا.